السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 7 الجاذبية منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق، ومفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة اللي كاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 7. كرتان المسافة بين مركزيهما 2.6 متر، هذه R، وقوة الجاذبية بينهما هذه FG. ما كتلة كل منهما؟ هذا المطلوب. إذا كانت كتلة إحداهما ضعف كتلة الأخرى، هذا اللي خلاني أكتب M1 تساوي 2M2، وممكن تكتب M2 تساوي 2M1، ما فرق، ما بتفرق. نستخدم القانون الثالث لنيوتن، نستبدل M1 هذا بهذا، بصير الشكل بهذا الشكل، يعني القانون أو المعادلة بهذا الشكل. M2 ضرب M2 بصير M تربيع، منطالعها خارج على أقصى اليسار بصير M2 تربيع تساوي FGR تربيع على 2G. بدك تتدرب على الانتقال من هذه لهذه، تتدرب، هي عبارة عن خاصية رياضيات. نجزر ومنعوض، منعوض بالمقدار ووحدة القياس. نيوتن ليست هنا، نيوتن هنا. إذن هذا المقدار وهذه وحدة القياس، مقدار وحدة القياس، وما بننسى للتربيع 2، وهذه جي، مقدار جي ثابت يعطى في الورقة الامتحانية، وهذه وحدة قياسه. بالحساب بتطلع M2 وتساوي 37% كيلو جرام. إذن M1 وتساوي 2 ضرب 37% وتساوي 74 كيلو جرام. وفي رعاية الله لا تنسونا